بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين إلى الشرق الأوسط، كشفت الصحافة المحلية عن مذكرة في حوزة وزارة الخارجية تحذر من تدني شعبية إسرائيل في الولايات المتحدة الأمريكية ومعظم دول العالم. وكشفت المذكرة أن سبب استنزاف شعبية إسرائيل في هذه الدول هو عدم احترامها للقانون الدولي، إضافة إلى المبالغة في ردها على أحداث 7 أكتوبر. وأشارت المذكرة إلى أن استمرار دعم البيت الأبيض إلى الحكومة الإسرائيلية في ظل عدم احترامها للقانون الدولي قد أصبح يؤثر سلباً على مصداقية الولايات المتحدة الأمريكية داخل الشارع الأمريكي. عدم استجابة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن ساهم في زيادة التوتر بين البلدين خلال الأسابيع الماضية، إضافة إلى أنه ساهم في زيادة الأصوات المنتقدة للحكومة الإسرائيلية من قبل المشرعين الأمريكيين وعلى رأسهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ السيناتور جاك شومر. إياد الجغبير، سكاي نيوز عربية، واشنطن.